السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وفيديو استثنائي للحدث الاستثنائي لبرنامج حيث نلتقي. ومثل ما وعدتكم راح تكون هناك تغطية خاصة لهذا البرنامج القيم إن شاء الله. هذا الفيديو راح يكون منطلق وافتتاح لإن شاء الله للأحداث وللحوار الذي سيجمع الأخوة ريم والشيخ كريم والشيخ أحمد. لكن قبل أن نستعرض هذه المادة والمقاطع الفيديو اللي حصلت عليها قناة خواطر فكري، أتمنى أنه إذا أكو شخص مختص أو عنده يعني اطلاع بخصوص البثوث المباشرة لقناة تلفزة أو أي قناة فضائية، أتمنى أنه تتواصل وياي بخصوص التنسيق حتى أقدر أستطيع أخذ البث الخاص بهم وأقدر أروجه بقناة خواطر فكرية. فأي شخص عند المعلومة أتمنى أن يزودني بها. أما الآن فهو مقطع قصير جدا للأخت ريم من خلاله أو في معرض النجف الأشرف أثناء ما شاهدت الكتب السنية. طبعا هذه هي نقطة والتفاتة جدا جدا مهمة، أنه الشيعة ليس لديهم مشكلة أبدا والله أبدا وأطلاقا ونهائيا بأنه تكون هناك كتب مخالفة لنا في العاصمة الدينية لنا وهي النجف الأشرف. كتب عادي جدا تكون كتب من أهل السنة والجماعة، كتب مخالفة لنا أبدا، لا توجد مشكلة. أيضا النقطة الثانية والبث الثاني اللي حصلت عليه قناة خواطر فكرية من قناة تلفزة هو الحضور. ما شاء الله ما شاء الله، القاعة كانت ممتلئة، وأقول الحمد لله أنه كنت سبب بترويج هذا الحدث الرائع والأكثر من رائع لبرنامج حيث نلتقي. خل نستمع لهذا الفيديو أو لهذه البثوث المباشرة اللي حصلت عليها قناة خواطر فكرية ونرجع بتعقيب مباشر، فخليكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من معرض النجف الدولي للكتاب، كما تشوفوا لهنا فما حضور للكتب السنية. ندور لكم دائرة البحوث والدراسات لديوان الوقف السني، والرائع أنه إن شاء الله يكون عنا حول الله لايف من موقع آخر اكتشفت فيه شيء جميل جدا جدا جدا، مش نقول لكم عليه توا، تنقل لكم إن شاء الله مع الوقت. نتلقاو بعد شوية في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج حيث نلتقي. مرحبا. طيب بما أننا في معرض الكتاب وأننا اليوم يوم الاثنين
الاقدام ونوافيكم في هذه الحلقه من المعرض الدولي بالنجاح الذي يتضمن فعاليات مثل ما شاهدتم. اولا ليس نعيد ونكرر، نحن الشيعة ان شاء الله ليس لدينا مشكله بان تكون الكتب المخالفه لنا موجوده في العاصمة الدينية لنا النجف الأشرف، ماكو مشكلة، لكن نأمل من الدول العربية أن تأخذ هذا الشيء مثال وأن تجعل من الكتب الشيعية موجودة في مصر وفي الجزائر وفي المغرب وفي في أي مكان، في أي مكان يعني يوجد كتب شيعية. والآن لاحظتم أنه الكتب السنية موجودة وبلسان الأخت السنية ريم لوريمي. النقطة الثانية، الشكر الجزيل لكل من حضر ولكل من ساعد بإنجاح هذا البرنامج، حيث نلتقي في قناة تلفزة وأخص بالذكر في هذه اللحظة وهذه المناسبة في معرض الكتاب في النجف الأشرف. انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة وإن شاء الله تغطية إعلامية مميزة للبرنامج، حيث نلتقي وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم بترويج هذه الأخبار النافعة. وفي أمان الله.